لما معنا أنس من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير أنس. أهلا. صباح النور. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. مرحبا. شنو موجود اليوم؟ اليوم عطيتيش بقطع ديال اللحم والخضر. واخا كيش بقطع اللحم والخضر. تفضلي. المقادير. دونك حنا شنو المقادير؟ العجين مرمل هو الأول معروف. عجين 250 غرام ديال الطحين يكون نوع جيد. 125 غرام ديال الزبدة. جوج د الملح وواحد صفر بيضة ولا بيضة كاملة اللي بغى الواحد نجمعو. إلا ما تبعشنا خاصو نزيد واحد شوية معلقة ولا جوج ديال الماء بارد. صافي نجمعها ونديرها ترتاح شوية في الثلاجة ولا في هكداك ومن بعد نسرحوها ونديرها في داك المول ديال 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 اللي كيدخل في الراد. أييه. الحفرة كنحتاجو فيها 250 غرام ديال الهبرة ديال اللحم تكون في التيام مقطعة مربعات. شحال القياس ديال ديال 250 غرام ديال الكفتة. اها. لا ديال اما الكفتة اما اللحم مقطعة مربعات صغيرة. او اللحم مقطعة. واحد ثلاث القريعات صغار ديال الكورجيت. اييه. محكوكين. حكاكة غليظة. جوج خيزات مقشرة محكوكين حكاكة غليظة. واحد لفتة ديك اللي مكركبة فيها شوية الماء في الفوق. هذيك تاهي محكوكة في حكاكة غليظة. واحد البطاطا محكوكة في نفس هي حكاكة غليظة وشوية البرو مقطع رقيق. هذه الحشوة. الكريمة كنحتاجو فيها أربعة البيضات. أربعة ديال البيضات. أربعة معالق كبار ديال القشدة طرية. أربعة ديال معالق كبار قشدة طرية. ثلاث معالق كبار ديال الحليب سائل. ثلاث معالق كبار حليب سائل. ملح بزار وشوية الكوزة محكوكة. ملح بزار كوزة محكوكة. وشوية فرماج محمر محكوك ولا تغير لي بغا الواحد. فرماج محكوك. أنا كنسرحو داك اللي كنا سرحنا العجين مسبقا في داك المول ديالو كيناه بالفوخشيت وخلينا على جنب. كنسحرو ديك القطع ديال اللحم ولا الكفته على حساب اللي بغى الواحد مع شويه البصله ما تنساش نسيتها نسحرها شويه حتى نخليها واحد وكنصيب قلعها كريم كتلصقش بغي كطيب. من بعد كن مع شويه الملح في البزار ومن بعد كنسحرو يا اما الخضر كلها في شي مقلاي كانت كبيره سينو راه كنسحرو كلها خضره بوحده كنسوطيها شويه مع شويه الزيت مليحه في المقله شي خطره وحده يكون حسن. اه خطره وحده يكون حسن. ومن بعد كنخليو هذيك الخضره حتى تبرد وديك اللحم من بعد كنخلطو ديك اللحم مع ديك الخضار مزيان وكنصبها في داك العجين اللي في الخليط اللي في القالب وكنطربو ديك ربعه البيضات نزيدو عليهم القزه الطريه والحليب السائل شويه الملح شويه البزار والكوزه عندنا مازلنا الملح لانه ديك الخضره مالحه وعاد كيفي الفروماج داك الفروماج كنزيدو منه شويه مع الخالي مع داك البيض وهذا غير شي شويه النص كنخليوه من يبغي يخرج نديرو فوق ما كنخلطو غير شي مزيان وكنصبو فوق الخضر وكندخلو للفران كيطيب. الله يعطيك الصحه. ملي كيطيب صافي هذاك الصب في الفران كنخرجو كندزلو هذاك الشيء اللي بقى في الفروماج وكيكون طافي الفران كندخلو هذاك الصب ديالو كيذوب هذاك الفروماج وكنرجع عليه. تجي هائله زوينه. الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك وشكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك.